وين المناطق الخضراء؟ تستمد من دير البلح شمالا حتى طبعاً خايفين مرعوبين مش خايفين يعني شيء مش بسيط يعني نتنقل من مكان لمكان نزوح من نزوح لنزوح من نزوح لنزوح يعني هذا إشي صعب كتير يعني ومش لحالنا إحنا يعني معانا صغار ومعانا أغراضنا يعني صعب جداً قصة النزوح صعبة جداً يعني إحنا مش عارفين وين نروح فيش إنه كان آمن فيش إنه مكان ثابت مش عارفين إيش نعمل إيش نسوي كل إحنا أولادنا 50 نفر مش عارفين وين نروح وين نيجي منطقة الخدمات الإنسانية المنطقة كمان اللي خدمات اللي عند الجوازات بالضبط أيوة منطقة الإخوة لا تنيونس يا عمي مش منطقة ثانية